قال ايه تاني اقترح ايه تاني؟ قلت له اقترح ان يبقى برضه في مؤتمرات وندوات باستمرار على مستوى كبير، ويحضرها صحفيين ويحضرها قنوات رأيية ويحضرها كل شيء ما من هذا القبيل، بحيث ان يبقى المشيخ العمل الطرق الصوفية يبقى لها وضع، وانا شخصيا بعمل كده. فقالوا طيب في ايه تاني ممكن نعمله؟ قلت والله في كتب بتصدر في مصر، هذه كتب ضد الاسلام اصلا، ولا الازهر بيرد عليها ولا في حد بيرد عليها. الواحد المسلم لما يشوف كتاب بالكلام الفارغ ده هيبتدي يقول والله يعني الراجل ده معاه حق، يمكن لو ما عندش فكره عن الدين، انما يشوف الرد على الكتاب ده هيبتدي يعرف ان الراجل ده حمار وبيتكلم كلام فارغ. فاللي حصل فبيدلهم في كتاب نزل سوق بتاع راجل اسمه جابر عصفور، ده مع رئيس هيئه ايه ومدير هيئه ايه وعامل ايه بلاوي من الدوله، مديها له مش عشان خاطر علمه، عشان هو ابن كلب فاسق بس. للراجل فاسق يبقى ياخد اعلى مناصب، واخد بالك؟ وكتاب يهاجم الديانات كلها مش الدين الاسلامي، ومركز على الدين الاسلامي انها برضه في جميع الديانات طبعا ما عدا اليهوديه. لا يجرؤ احد من ولاد الكلب العلمانيين ان ينقد اليهوديه، وهذا يدل على ان هم يهود مدسوسين علينا، ما هماش مسلمين باي حال من الاحوال. هتقولي واحد كلب منهم اتكلم عن اليهوديه، يتكلموا في امريكا عن النصرانيه، يتكلموا في مصر عن الاسلام، يتكلموا في الهند عن الهندوسيه ينقدوها، على اليابان عن البوذيه ينقدوها، انما لم يكتب احد ضد اليهوديه باي شكل من الاشكال. كان علماني ممكن يكتب، بل هم اساتذه التطبيع بين مصر وبين اسرائيل، هم اللي هم بينادوا بالسلام باستمرار مع اسرائيل ولنهايه الحرب وكل حاجه، وكانهم ولدوا من اجل اسرائيل ومن اجل اليهوديه، وانهم يهود فعلا. وانا عملنا كتاب في يوم من الايام عن العلمانيه الوجه الاخر لليهوديه. الحقيقه برضو قالوا كويس، حتى الكلام ده ممكن بدل ما تنشروه في كتاب يتنشر في مجله التصوف الاسلامي، وكلفوا حد بان هو يبتدي ينشر رد على هذا الكلام بتاع العلمانيه. طبعا انا واثق ما فيش حاجه من ده كله بتعمل. العمل الصوفي عاوز ناس جادين فعلا، وناس يبقى عندهم حلم ان ازاي ان هو تبقى العمل الصوفي ده له كيان في المجتمع الاسلامي. النهارده نتحارب من اتنين، من الوهابية ومن العلمانية، ايه رد فعلنا عليهم؟ ولا حاجة. ايه رد فعلنا على الكتب اللي بتطلع سواء دول او دول؟ ولا حاجة. ايه الطريقة العلمية؟ الطريقة الوحيدة اللي ردت في حوالي 32 كتاب عن الوهابية، وفي كتاب واحد عن العلمانية اللي احنا كتبناه بتاع العلمانية الوجه الاخر لليهودية. وللأسف يعني انا بقولها، اذا كان فعلا العمل الصوفي هيبقى جد فعلا، لازم اعلان الحرب فعلا على العلمانية والوهابية. والاعلان الحرب ده مش بالسلاح ولا بتاع، بس بالفكر وبالمنطق السليم اللي يقدر كل واحد يقول الناس دول ولاد كلب والناس دول على حق. ده اللي انا عاوزها من راجل الشارع المصري او الاوستاني جميعا.